قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على هامش اللقاء الذي جمع بين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تعليقا على حملة المقاطعة: إن ما يهم الحكومة حاليا هو مصير المتضررين من العمال والفلاحين الذين ينتجون الحليب للشركة المعنية بالمقاطعة. وأوضح العثماني أن أولويات واهتمامات الحكومة حاليا هو مصير بضعة آلاف من العمال ومصير 120 ألف فلاح، 80% منهم فلاحون صغار يعطون الحليب لهذه الشركة، في إشارة إلى شركة سونترال دانون. يذكر أن حزب التقدم الاشتراكي والبيجيدي التقى يوم أمس الاثنين 7 ماي لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تستدعيه من مبادرات إصلاحية منبثقة من البرنامج الحكومي. هذا وتستمر حملة مقاطعون التي مهد لها نشطاء التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، والتي تدعو إلى مقاطعة مجموعة من المواد الاستهلاكية على غرار شركة المياه المعدنية والغازوال والحليب، وهي المقاطعة التي تفاعل مع المواطن المغربي بشكل واسع منذ 3 أسابيع.